السلام عليكم. احيانا بتوصل لمرحله انك مش طايق الجيم وعندك احساس بزهق وارهاق جسدي وعضلي لدرجه انك بتروح الجيم وما بتقدرش ترفع اوزان وتكسر اوزان جديده ومستواك بيكون ثابت مع انك بتاكل كويس وبتنام كويس، وفي المرحله دي جسمك بيبعت لك اشارات ومحتاج راحه، ولكن انت بتعافر وبتعاند انك بتروح الجيم غصب عنك، وهنا جسمك بيكون على اخره ووصل لمرحلة الاوفر تريننج. وعارفين الحل ايه؟ الحل ان جسمك محتاج ديلود. طيب يعني ايه ديلود؟ هو عبارة عن انك بتقلل من شدة التمرين، والهدف من كده راحة الجسم والجهاز العصبي، وهو بيكون اسبوع واحد بس، وفي خلال الاسبوع ده بتقلل اوزانك 50%. يعني على سبيل المثال لو انت راجل بتتمرن بالمئة كيلو، هتيجي مثلا في الاسبوع ده اللي هو اسبوع الديلود هيكون 50 كيلو او اقل، مفيش مشكلة. وفي طريقة تانية غير انك تقلل اوزان، ممكن في الاسبوع ده توقف جيم او انك تمارس رياضة تانية يكون مجهودها قليل، زي مثلا السباحة، التنس، مثلا تمرين البلي على مسافة طويلة، اي حاجة زي كده، ريح نفسك اسبوع. طيب انت تحدد ان جسمك محتاج ديلود لما تحس بزهق وارهاق واجهاد وبيجيلك اصابات باستمرار، واحيانا بتكسل وما بتقدرش ترفع اوزان ومستواك بيكون ثابت او مفيش اي تقدم، هنا تبدأ تعرف ان جسمك محتاج ديلود، او انك تحددها كل 3 أو 4 شهور انك تعمل ديلود. وفايدة الاسبوع ده اللي هو الديلود هيخليك تاخد خطوة لورا، لكن علشان تتقدم وتكون اقوى هيكون عندك مفاصل قوية، هتكسر اوزان جديدة، هيكون عندك استشفاء سريع للعضلات، غير ان هيكون عندك حماس قوي، وغير كمان بعد ده كله هيزود لك من الحجم العضلي. وفي نهاية الحلقة اتمنى ان هي تفيدكم، وفي الاخر اقول لكم معروف السهل من طمع.